اهلا وسهلا فيك خالد معنا بالاستوديو شيخ الكبو. اهلا وسهلا فيك شيخ الكبو بالذات. اهلا وسهلا فيكم. انا اول مره اكون معكم بكرفان، وانا طلعت بكل برامج رؤيا بشيء كانوا عم بيقولوا لي في عندنا برنامج ديني اذا بتحب تطلع معنا فيه. ضايل البرنامج الوحيد ما طلعتش فيه. هو البرنامج بخصوص نطلع انا وياك مع بعض، البرنامج الديني متحدث. يعني مبسوط جدا بوجودي معكم. وبحس انه كرفان اكثر يعني بمسني وبمثل شخصيتي. فأتوقع أنه رح ننبسط اليوم إن شاء الله مع بعض يعني. أكيد طبعاً. مثل ما كلنا بنعرف أنه نجم الأردن الموسم الأول كان مليء بالمواهب الغنائية، وعرفنا على مطربين رائعين، مواهب جديدة كانت عندنا بالبلد زي بلال عبيد، زي سيف الصفدي، زي أيمن فريحات، زي فادي سمير، وزي بيسان القيسي. هذا الموسم نجم الأردن برضو رح يكون فيه مواهب غنائية إن شاء الله. أستاذ خالد مصطفى، عفوا ممكن ما تقولي أستاذ، نديني خالد حاف مسلسل مصري. طب أنا طبعا بدي أحكي شغلة بصراحة. أنا شهادتي مجروحة بالأستاذ خالد، بس لازم أحكي إنه بجوز حتى من الناس اللي حقه مهضوم، يعني بحكي بالوطن العربي كلياته. أستاذ خالد وزع على الأقل 100 أغنية، هلا رح نعرف الرقم صح. أستاذ خالد تعامل مع مغنيين مش بس على الصعيد المحلي، على الصعيد العربي كلياته. تعامل مع طوني قطان، هاني متواسي، زياد صالح، سلمى الغزالي، سند عزازية، عمل أغاني رائعة جدا دمرت الوضع الموسيقي. أنا بديش أحكي كثير، بدي أعطي مجال للكبو إنه هو يحكي لنا شوي. بس بصراحة يعني لازم شخص عظيم زي أستاذ خالد أخوي الكبير إنه يعني نعرف عنه بهاي الطريقة. كبو بدنا تحكي لنا مين الكبو، بس قبل هيك أنا نزلت صورة أنا وياك على الفيسبوك، إيش يعني كبو إيش يعني كبو؟ تمام. فقبل لا تحكي لنا مين هو الكبو، احكي لنا شو قصة الكبو هاي. اوكي. انا مصر شيخ الكبو. انت مصر شيخ الكبو. انا ما بفهم، مخي خلص. اوكي. كبو هي اصلا ايطاليه. شكرا. بالضبط، هي اصلا يعني مفرده او معناها بالايطالي اللي هو زعيم المافيا او الى اخره، كمان من فيلم جاد فادر. اوكي. هي انتشرت اصلا من هناك. اوكي. فكان كنت نازل اول ما بلشت في الميوزك واحاول اشتغل، نزلت على مصر فتعرفت على موزع موسيقي حميد الشاعري. فهي الكلمة أصلا هي كلمته أو اللقب تبعه هناك دائما كبو راح كبو إجا، لأنه كان معروف أنه دائما الشلة الموسيقية والفنانين وهذا دائما متواجدين عنده إلى آخره. فلما رجعت لمصر لبسنا الاسم، لأنه كان عندنا دائما تواجد في الاستوديو عندنا، يعني من زي ما أنت حكيت من طوني لهاني لزياد لا كلياتنا، كنا لديانا كلياتنا نفس القعدة، وهذا بلحن وهذا بيكتب وهذا بيعطي لهذا وهيك، يعني هذا زمان. هذا هو تسمية الكبو. هذا زمان، هلا بطلنا نقعد مع بعض يعني الحمد لله رب العالمين. بس يعني انه كانت الحياة حلوة ولذيذة وفيش فيها يعني اخوي الموضوع كان، عرفت كيف؟ فلبس الموضوع الاسم فيه وضلوا ساحب لهلا، وانا مبسوط فيه بصراحه. حميد بالنسبه لي هو استاذي وانا بحب اكون اسمي على اسمه بصراحه يعني. حلو. احكي لنا مين الكابو. طيب ما حكيت لنا، اشرح لنا في يعني. انا قلت لك للاسف انت ما كنتش معنا قبل شوي ولا لا مش الكابو قصدي. لا مين خالد مصطفى. انا قلت هاي الشغله. انت شخص يعني غني عن التعريف، بس متاكد بجوز في كثير ناس من متابعين كرفان مش عارفين قديش انت عظيم. لا مش هالدرجة يعني، بس انه خالد هو واحد بحب الميوزك. اوكي. بلشت وانا بوقت الجامعة احاول افهم ايش يعني توزيع موسيقي، ايش يعني. بلشنا باستوديو، خربنا يمكن البومين قبل ما ينزلوا على السوق. لما نزلوا كانت مصيبة لانه ما بنسمعوا بصراحة كانوا. شو انا بصمت عليها. كمل. ايوه عشان بلاش اركز. انا بعدين عملنا، كان اول اغنيه كانت عندي ضربت وعملت جو قوي في الاردن، كانت اتوقع لطوني قطان بال2003 2004.
كانت بتروح وتغيب علي، وانتشرت برا اكثر يعني في مصر انتشرت اكثر من حتى في الاردن. من هون كانت البدايه. بعدين عملنا يا اردني غالي، كمان زادت لي اسم كبير انه نقله بالاغنيه الوطنيه من الاغنيه الوطنيه الشعبيه او الاغنيه الوطنيه اللي كانت معروفه لاغنيه وطنيه فيها حب وفيها غزل للبلد بشكل لطيف على الدان يعني. وهكذا ضلينا نشتغل ازعاج رمانه ازعاج وهذا ورمانه وهلا حبايب الشباب فوضى. والله نورتونا يا كابو. اخواني عرفت كيف؟ فانا متفائل خير والله العظيم فيهم، وكلهم فنانين وموسيقيين اهم يعني من اهم الناس اللي موجودين، ومتفاهمين مع بعض وعم نعمل جو قوي. لسه انه الثلاث اربعة اشهر، الفيدباك كتير قوي. يمكن رامي خجول بنوعه ما بحكيش كثير، وجهه بحمر بسرعه لا من الشمس الاضاءه اللي ضاربه شوبت. لا حلو كثير انه يكون في حد مثلك طبعا بيعطيهم هالدافع الحلو. بس كابو احكي لنا شو تحضيراتك للموسم الجديد من نجم الاردن، وشو طبيعه دورك فيه؟ انا بالنجم الاردن 2 كوتش موجود مع الشباب الجداد، عم نحاول نطلع منهم أقصى يعني إبداعات موجودة عندهم، عم نحاول ندلهم على الطريق الصحيح، عم نحاول نعطيهم النواقص اللي موجودة. يعني كل حدا بنحاول نركز على الإيجابيات اللي موجودة عنده ونركز على السلبيات إن كان في سلبيات. أكيد في مجموعة من اللي موجودين معنا بنجم الأردن 2 من الأصوات الهائلة بصراحة. أنا يعني هذا الموسم انصدمت قديش في أصوات قدمت لنا حلوة وجميلة، فمتفائل فيهم ويا رب أنه يقدروا يعملوا إشي قوي بإذن الله. كابو شو الفيديو اللي عم نشوفه على التلفزيون مع بعض هلا على الشاشة؟ هذا جزء من التحضيرات الموجود سيزن 2 صح؟ سيزن 2 مزبوط صح. طب احكي لي قدي يعني في صعوبة يعني في اشياء اكيد صعوبات عم بتواجهك خلال انت عم تشتغل مع هدول الاشخاص، بس انت بتشتغل مع ناس ثانيين اكيد بتشتغل مع مستويات مختلفه تمام. هدول مواهب جديده، فاحكي لي شو معنى الصعوبات بتواجهك وانت عم بتساعد المشتركين. يعني هو الصعوبات الموجوده انك انت تحكي مع حدا مش موسيقي يعني هاي اصعب شيء. يعني زي انت اللغه تبعتك جيد بالضبط. انا مثلا انا موسيقية مخضرمه انا قديمه. انت بتعرفي تطبخي؟ السؤال اللي بعدي عندك يا زيد نية إصدار شوفي الكابو الهدف أوكي لما الواحد مثلا أنت طباخة عم بحكي معك لأنك بنت، لو أنه مثلا هلأ السؤال موجه ليزيد بحكي معك بشيء ثاني. أها هذا أيوة هذا هو اللي بنحكي فيه بالضبط. المشكلة التفرقة التفرقة أنا ضد المساواة، إحنا بنستاهل أكثر. إذا أنت طبختي إذا أنت طبختي أوكي وتكوني طباخة ماهرة أوكي وإجا حدا بيسألك بالطبيخ مش هيك السؤال كان حسيت بالطبيخ صفنا انا وياه بطلنا فاهمين على بعض خلص مش اوكي ماشي اوكي ماشي يعني عندك مشكله انه ما بيحكوا تقريبا نفس الكلمات التكنيكال اكثر او الاشياء التكنيكال ما بتنفهم بسرعه لازم تحكيها بلغه ابسط صح. وانا كمان ممكن اجاوب على هذا السؤال لانه انا والكابو تقريبا بجوز من اسبوع كل يوم مع بعض بالتمرينات الله ينقلبه مبدئيا لانه عم بيدرب كثير من المتسابقين وزي ما تفضل يعني مش كل حدا بيقدر يستوعب الفكره بسرعه صح كابو؟ تمام 100% يعني هي فكره انه الطبقه صرنا مغيرين كذا مره طبقات لكذا حد بالضبط الركوزات تبعتهم خصوصا انه هم لسه مش فاهمين هاي المصطلحات عرفت كيف؟ فهي المشكله اكثر شيء بتواجهني. اصوات حلوه في اصوات حلوه لكن طريقه التوصيل المعلومه هي اللي بتكون صعبه عشان هم يستوعبوها بصراحه. تمام. طيب كابو بدي منك رسالتين مش رساله واحده. رسالتين واحده أيوة. للمشتركين اللي بنجم الاردن، واحده للجمهور اللي راح يتابع الحلقه الاولى من نجم الاردن يوم الجمعه بالبث المباشر. الاولى لمين؟ نجم الاردن. الاولى. الاولى من الموسم الثاني. للمشتركين. للمشتركين. لايف مباشر. تمام. يعني بدي اقول لهم انه اللي انا بقول لكم اياه دائما هو لمصلحتكم. يعني في ناس مثلا بتعند انه بكونوا مقتنعين خلص انه بهاي الاغنيه واحنا بنكون سمعناها منهم على بالبروفات على الستيج وكلياتنا شايفين مش بس انا لحالي انه هي مش مناسبه لإلك ومش مكانك. فلما اقول لك انه غيرها لمصلحتك مش انا مش عم بحاول اضرك انا عم بحاول اساعدك انه
في اكيد شيء ثاني لابق لصوتك احسن من اللي انت مختاره، لانه هو مش سامع حاله، عرفت كيف؟ وكثير مرات بتصير انه الناس اللي حواليه مش فاهمين ميوزك فبقولوا له اه حلوه على صوتك يلا غنيها، عرفت شو؟ أوكي. بس هي مش هيك، ما بتركبش هيك. الثانيه للجمهور للمشاهدين رح يشوف ان شاء الله رح يشوف. انا اليوم يزيد قال طبعا حبيبي موجود في نجم الاردن، فرح يشوفوا اول حلقه ان شاء الله، حلقه حلوه جدا فيها مواهب كثير حلوه، فيها اصوات كثير حلوه وفيها مواهب اخرى كمان كثير حلوه باذن الله. ان شاء الله. تمام. كابو قد ايه من 10 بتحب المفاجات؟ مفاجات؟ يا ساتر مين فايت علينا؟ طلع على السكرين لانه في مفاجاه من زينة التل لإلك. وينها؟ هلا بتشوفها. هات للعشرة شوي تحت تحت، هي تطول المفاجاه شوي. ايوه كابو. اوكي اوكي، ما دام هي بلشت، ما دام هي بلشت اوكي انا بدي احكي شغله. ايوه. اول شيء شكرا يا زينه انه على يعني الهديه الرائعه، لانه انا غرت من الشباب، كل حدا نازل اللي يجيب باسم الثاني. والله انا يزيد عملوا لي، عملوا لك يزيد طبعا جداً. انا كنت راح انجن وقتها انه كيف، طب وانا ويني وين مش موجود، فقالت لي خلاص راح اعمل لك. قلت لها اذا بتلحقي تعملي لي قبل الحلقه وتسلميني اياها واخذها معي واجيبها مع الحلقه، انت بتكوني يعني استاذه، بتكوني انت رئيسه الماركتينج في العالم. اوكي. فشلت في المهمه، فانا سوري. اوكي لا هيك نجحت. لا لا ما نجحت، وينها؟ ما مش معي. لا بس شفت صورتها. ما مش معي. بس بتضل مفاجاه. زينة التل انا بالنسبه لي انت فزتي. لا لا نوجه تحيه كمان لزينة التل، وفازت زينة التل. فازت؟ لا فازت؟ لا طيب معك ما في. خلص خلصنا مفاجآت اليوم. ايش نسمع اغنية اليوم من الباند؟ ايش بدك تسمعنا؟ ايش تسمع؟ عوافي؟ يلا بنسمع عوافي. نسمع عوافي. تمام. حافظين تحياتي؟ حافظين تحياتي. تحياتي تحياتي دخلت قلبي من دون ما تدق الباب. يلا مع بعض. تحياتي دمرت حياتي دخلت قلبي من دون ما تدق الباب. مش فارقة معاكي ومش سهلة وعينك عينك علينا وطلعت جادة وأصلية يا باي يا باي رب بيرارم. أنا غنيت بس. مين اللي غنى معي بالزبط؟ أنا غنيت. هم حاولوا أنا غنيت هم مش حافظين. محاولة جيدة. أنا صوتي كثير بشع. محاولة فأنا يومين قاعدة بحاول أمثل وأغني ومش لاقيين إشي نعمله والله العظيم. طبعا أنا الكابو وعدني انه يخليني اعرف اغني مع انه صوتي بشع. كلكم هتغنوا باذن الله قريبا جدا في مفاجاه عاملينها. ايوه. لا لا نحركش فيها. بلا بلاش. اوكي اوكي, أوكي. ان شاء الله تزبط. هلا نسمع عوافي. سمعونا عوافي. يلا اوكي. عوافي علي مزاجه صافي واللي دمه سكر أحلى من الكنافي. عوافي عالشباب مشعتل وبالدنيا مبهدل وبعده قلبه صافي. عوافي يا غالي
يا عمي يا خالي عوفي يا جاري عوفي 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 أبو قلب حنين ومش راضي لين وبغزل معي صافي عوافي عالشباب معتر وكلامه مسطر تفكيره عالي ومش كافي عوافي يا غالي يا عمي يا خالي عوافي يا جاري عوافي 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 الله 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 عوافي عليك يعطيك العافية رامي الشباب أبدعت من أكثر الأغاني اللي بحبها لفوضى بصراحة كثير حلوة يعني كلاما لحنا أداء توزيعا يعطيك ألف عافية كابو حبيبي نورت الدنيا الله يسعدك نورت كرفان أنا مبسوط جدا بوجودي معكم وإحنا كمان وبشرفني كمان إنه أنا كنت معاكم اليوم شرف إنه بس آخر كلمة راح أقولها إن شاء الله يوم الجمعة راح يكون يوم جميل همتكم معنا اوكي محضرين اغنيه حلوه جدا لعيد الام باذن الله خلصناها امبارح واليوم نزلناها اذاعات ويوتيوب وسوشيال ميديا بتغنيها بنت اسمها هيا وشاب اسمه معانا من الموسم الاولاني فادي سمير وكلمات انا الحلو في هاي الاغنيه انه كلمات طارق سلامة تحيه كبيره والحان هيا وشارك كمان باللحن برضو رامي الجزء الثاني اللي هو اللي على الايقاع البيت هذا هيا برضو رامي كمان شارك فيه متفائل فيها الاغنيه جدا بتمنى الكل يسمعها ويقولنا ايش رايه باذن الله ان شاء الله يا رب لا ان شاء الله حلقه يوم الجمعه بتكون ممتازه وفيها مفاجات حلوه كثير كابو كمان مره شكرا لك نورتنا بدنا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم نكمل باقي فقراتنا خليكم معنا